هذا الفيديو هذا فيه جدعه وعوده وعود. مهم غنبارطاجيو معكم المعطيات اللي عندنا عليهم. اول حاجه غنبداو معكم بهذه العوده هذه، عندها 6 سنين، ضاره من جسيم، عندها 7 شهور ديال الضرار، ضاره من جسيم كما قلت لكم، وهي بنت توارق ديال الدار البيضاء. مهم اللي بغاها مرحبا يتواصل على الرقم اللي قدامكم. ودابا كما قلت لكم 7 شهور باش ضاره، وجسيم اللي تباع اللي ضاره منه تباع ب 15 مليون. مهم راه الناس اللي كتبحث راه عارفه شنو. ودابا غندوزو لحاجه اخرى ان شاء الله في هذا الفيديو هذا، خليكم معنا. وهذه جدعه بالوريقات ديالها، ضرة من إفراح جوج، كانت كلاسة هي الثانية، واللي بغا مرحبا الإخوان. مهم جدعان أنتوما شتوها، عندها 3 سنين في السن ديالها، لوريقات ناضيين، وضرة من إفراح جوج، وكانت كلاسة هي الثانية. وندوزو نشوفو حاجة أخرى. وهذا عود أقصر بلوريقات ديالو، ناضي، السن ديالو 9 سنين، اللي بغا مرحبا. و كاع داكشي اللي بارطاجينا معاكم نفس النمره. واللي بغا مرحبا الاخوان. شوفوا تبارك الله العود كيفاش داير، ازرق، كيسميوه ازرق ولا حتى الريال ولا نوار الفول ولا حجر الواد، بزاف ديال الاسامي. هذا هو اللي عنده كيغير جلالب، كيتزاد في الاول زرق حديدي وكيقول زرق كحل او كيولي حتى الريال ضرب دار. وما نتوما كتشوفوا تبارك الله. وبالنسبه للثمنه الاخوان ما تعطاش الثمن، اللي كيكون الثمن راه كنبارطاجيو معكم. ودوزوا بخير الاخوان، وتحياتي لكم كاملين، والله يدير تاوي الخير وشي خبر الخير على ريان ان شاء الله. تحياتي لكم جميعا.